والرئيس محمد مرسي افرج، ولكن بشروط الناس اللي ما أدنتش في قتل عمد او ما أدنتش في اعمال بلطجة تثير الجنايات والحاجات ديت يعني، وعمل الجنايات. لا لا لا، متكرر كويس جدا. واي معتقل سياسي طبعا، او اي معتقل، او اي معتقل بيكون ليه ردود فعل من غير ما يضر بالاقتصاد او من غير ما يضر بالمنشآت، ده قرار سائب جدا 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 بالافراج عنهم في الوقت دوت الحالي يعني. والقرار طبعا من كل الاوساط السياسيه اتقابل بالشكر والعرفان. يعني اسال حضرتك رايك في قرار رئيس محمد مرسي بالافراج عن المعتقلين عدا الذين ارتكبوا جنايات قتل عام. هو طبعا قرار صائب جدا جدا وقرار رائع، بس نتمنى برضو الافراج عن ضباط 8 ابريل، لان دول يعني المفروض يكتب اسمهم باحرف من نور في سجل التاريخ، لان هم وقفوا جنب الثوره. مش ذنبهم ان وقفوا جنب الثوره ما يتمش الافراج عنهم، فدول اولى الناس ان هم يتم الافراج عنهم ان شاء الله. والقرار صائب، والافراج الافراج عن المتهمين لازم يكون في تبرئه، ما يكونش فيه ان هم كانوا متهمين يعني لازم يكون في تبرئه للمفرج عنهم، ما يكونش ان هم خرجوا بالافراج عنهم وهم متهمين يعني. يعني رأي حضرتك في قرار الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن المعتقلين منذ بداية الثورة عدا الذين ارتكبوا جرائم قتل عمد؟ هو أحسن حاجة عملها الحقيقة، وبرده بمناسبة 6 أكتوبر برده يعني الاتنين جم مع بعض، برده حاجة كويسة عملها الحقيقة. يعني رأيك يا حاج في قرار الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن المعتقلين؟ هي دي برده بادرة جميلة جدا، لأن يعني كل واحد يعيد ترتيب أوراقه، وكل واحد في دماغه اي حاجه ضد البلد يغير من سلوكه، وبلدنا لازم نحافظ عليها ونبتدي نبني من جديد وننسى الماضي بجميع حذافيره ونبتدي صفحه جديده مع نفسنا. بس نفسي اقول برضه للرئيس، يا ريس لو سمحت، البطاله موجوده، البطاله موجوده، البطاله موجوده، رجاء 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 رجاء، يعني احس بكل شباب اشتغلت، مش عايز الاقي اي شاب على قهوه، مش عايز الاقي اي شاب في الشارع، عايز يعني كله يشتغل، هنشتغل ان شاء الله، مش هيبقى فيه اجرام ولا هيبقى فيه اي حاجه في الشارع، وينفذ وعوده، وينفذ وعوده. المده خلصت، 100 يوم خلصت. انا اسال حضرتك رايك في قرار رئيس محمد مرسي بالافراج عن المعتقلين عدا جرائم القتل العام. هو قرار صائب جدا، وقرار ما يختلفش عليه اثنين، خدت بالك؟ وقرار ما اختلفش عليه اثنين خالص، بس احنا نطلب منه كمان ايه؟ نطلب منه ان هو كمان يفرج عن الضباط بتاع 6 ابريل، لان دول طبعا يعني 8 ابريل، خدت بالك؟ لان دول يعني اتظلموا برضه، خدت بالك؟ وهو القرارات بتاعته كلها كويسه، خدت بالك؟ وان شاء الله، خدت بالك، يعمل فيه الخير يعني ان شاء الله باذن الله. راي حضرتك في قرار رئيس محمد مرسي بالافراج عن المعتقلين منذ بدايه الثوره حتى 30 يونيو ما عدا الذين ارتكبوا جرائم قتل عمد؟ راي سليم من عدا اللي هم قتلوا قتل عمد، وبنطلب منه يبعد عن حاجه اسمها اخوان مسلمين وحريه وعداله، وخلاص هو بقى رئيس منتخب، خلاص بقى يبعد عنهم بقى، يبعد عن الناس اللي هم عمالين يسكنوا دولا ومصر للجميع. خلاص كده، ايوه، عشان يقدر يشتغل، واللي هم 100 مستشار على مش عارف، يبعد بقى عنه كده. احنا حمدنا ربنا ان جالنا رئيس مؤمن وموحد بالله وبيصلي كل وقت، وبيصلي جماعه بالناس وبيخطب، فعاوزين يبعد بقى عن كل ده بقى، مش عاوزين النظام السابق. احنا كده ما غيرناش حاجه، النظام السابق كان هو حزب وطني في كل حاجه، كان هي يبقى طلعت ما فيش هو حزب، ويروح في اي حته حريه وعداله اخوان مسلمين، حريه وعداله اخوان مسلمين. رايك ايه في قرار الافراج عن المعتقلين؟ لا سليم، بس القتل العمد ده ما يفرقش عنه، قتل العمد ده ما يفرقش عنه خالص. فيا ريت بس بقى يعني، وعشان نحقق ونمشي، نمشي بقى نطلع، لان احنا خلاص متنا يعني، ده احنا دخلنا التراب، دخلنا التراب بمعنى كلمه، دخلنا التراب. يعني اسال حضرتك رايك في قرار رئيس محمد مرسي بالافراج عن المعتقلين عدا المتهمين في جرائم قتل عمد. هي كانت من اهم القرارات اللي تعيد للثوره وللثوار اعتبارها، وترد لهم اعتبارهم، بل ان احنا منتظرين انها تكرمهم، مش بس ترد اعتبارهم. ونفسنا بقى ان احنا ان شاء الله نتحول للعبور الثالث، زي ما فعلا الرئيس قال،
ان احنا ان شاء الله نبدا نشتغل وايدينا بايدين بعض، مفيش فرق بين فصيل وفصيل، والكل يتوحد على حب هذا الوطن، لان شاء الله نعبر ونقوم بنهضه بمصر ان شاء الله. يعني اسال حضرتك رايك على قرار رئيس محمد مرسي بالافراج عن المعتقلين عدا جرائم القتل العمد. هو بس المهم ما يكونش فيهم قتله. هو عدا قرار. وبعدين انا بس اهم حاجه عندي بص للبلد والتنميه، ومش عايزين كل حاجه نستوردها من بره. بدل ما نبص بقى المشاكل والتصفيات، عايزين نبص نزرع البلد، ان كل حاجتنا مستورده، والبلد زي ما انت عارف تعبانه، فعايزين ننمو، والنمو لازم نشتغل، مش هنبص بقى للتصفيات والعمليات دي، يبقى كلنا بنرجع زي ما كنا. رايك يا ريس في قرار الرئيس محمد مرسي بالافراج عن المعتقلين عدا جرائم القتل العام؟ هو قرار السيد الرئيس بقرار صائب، ان هو ما عدا الناس اللي هم عاملين قتل مع سبك وزاره الراس، انما البلد اصلا في مشاكل. الاصول الشعب بيدي فرصه للرئيس ان هو الرئيس يمشي في التنميه ويشغل الشباب. اه والله، انما احنا في مشاكل على طول 24 ساعه، مظاهرات فئويه ومظاهرات، يعني كل ده تعطيل للتنميه وتعميه. ما هو عند وزاره الصحه اهو قاعدين، وهنا اهو واقف حال والله. يعني الاصول الشعب الدوله اصلا. يعني رايك يا شيخ في قرار رئيس محمد مرسي بالافراج عن المعتقلين؟ الشباب وريح البلد ورخص كل حاجه ورزق الشباب، ناس تعبانه مش لاقيه سكن. رايك في قرار الرئيس بالافراج عن المعتقلين؟ تمام، رايي تمام ده كده رئيس. تمام يعني اسال حضرتك رايك في قرار الرئيس محمد مرسي بالافراج عن المعتقلين منذ بدايه الثوره حتى 30 يونيو. هو قرار حكيم، بس في حاجه، دول ما يعتبروش معتقلين، دول ثوار ادوا الواجب اللي عليهم. خدت بالك يعني دول ما يعتبروش معتقلين، دول ناس ادوا ما عليهم وقاموا بالواجب تجاه الوطن، وحاولوا على قد ما قدروا انهم يغيروا فكر بقاله 30 سنه ووضع بقاله 30 سنه، فكان لازم الناس دي اصلا تمام تكرم مش تعتقل. فما دام اعتقلت الرئيس مرسي ادى قرار خدت بالك بالعفو عنهم، فاولا هو قرار حكيم، دي نمره واحد. ثم نمره اثنين، انا ارجو ان الناس اللي خرجت دي برضو يتعمل لها تكريم نتيجه الاهمال واللي هو حصل لهم في فتره الاعتقالات بتاعتهم، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الرئيس مرسي ابتدى يمشي بطرق بصراحه كلنا راضيين عنها، لكن ارجو من حزب الحريه والعداله والناس اللي حواليه بلاش انهم يطلعوا بتصريحات ما تفيدش وتعود حزازيه بينهم، وتخلينا نغير فكر الرئيس ونقول ان الرئيس اصلا منتمي معاهم وهو الرئيس بريء من كل هذا. لان انا بتمنى كل الاماني ان الرئيس احنا وراه في اللي هو ماشي فيه وخطواته كلها سليمه وصحيحه، والناس اللي بتحب انها تحط نفسها في قرارات ممكن تسيء للطريق اللي ماشي فيه الرئيس واللي احنا بنتمنى ان يمشي فيه، وان احنا بنتمنى كمان ان نمشي وراه. فاتمنى كل الامنيات ان احنا نبتدي نمشي في الطريق الصح، ونبتدي الانتاج بتاعنا يزيد، ونبتدي الناس تشتغل. فاحنا كل اللي احنا عايزين نقوله برضو ان الرئيس مرسي رئيس كل المصريين، واحنا المصريين، والحريه والعداله يعتبر نفسهم من المصريين، ما يوضعوش فرق بين كده وبين كده عشان تقدر السفينه. اسال حضرتك يا حاج، رايك في قرار الرئيس محمد مرسي بالافراج عن المعتقلين منذ بدايه الثوره حتى 30 يونيو عدا الذين ارتكبوا جرائم قتل عمد؟ عاوزين العداله، عاوزين حكم العداله، وعاوزين الحكومه تنتشر في البلد وتمسك البلطجيه والحراميه وما يسيبهمش ابدا. رايك كيف القرار ده حاجة؟ القرار كويس، قرار رئيس ماليه. اسالك يا ريس، رايك في قرار رئيس محمد مرسي بالافراج عن المعتقلين عدا الذين ارتكبوا جرائم قتل عمد؟ يفرج عليهم طيب بمناسبه ايه؟ هو قاضي ولا رئيس جمهوريه؟ مين اللي يفرج عن الناس دي؟ مش المفروض القاضي هو اللي بيحكم؟ رئيس الجمهورية بيده سلطة العفو أو إصدار عفو عن أي قرار يتخذه. خلاص، بعد ما النيابة تحقق معاهم والقضاء يقول كلمته. لو القضاء عفى عنهم هو يبقى هو يعفى عنهم. هو سلطة فوق السلطة، فوق الجميع سلطة. ماشي، يعني بس مش قاضي برضه. مش قاضي، القاضي هو اللي بيسمع شهود، وهو اللي بيسمع نيابة، وهو اللي بيسمع آراء، وهو اللي بيسمع محاميين، وهو اللي يحكم. أسألك رأيك إيه في قرار الرئيس بالافراج عن المعتقلين؟ راي الرئيس ده صائب 100%، وانا معاه في كل ارائه من ساعه ما تولى المنصب، بس عايزين الشعب يقف مع الرئيس ويكون معاه في كل حاجه. الراجل بيتحرك كويس جدا،
الراجل يعني بيطهر الفساد الموجود في البلد. يعني الناس دي طلعت واثناء الثوره وبيناصروا الثوره، خدوهم واعتقلوهم، ذنبهم ايه؟ فلازم يطلعوا. الراجل قراره صائب 100%. مين جدود شجعان ابطال؟ مين جدود شجعان ابطال؟ هم مقصود واحنا الاشبال، هم مقصود واحنا الاشبال. مين جدود شجعان ابطال؟ هم مقصود واحنا الاشبال، هم مقصود واحنا الاشبال. كلمة الشيخ محمد، الشيخ محمد بن الشيخ محمد عبد الله نص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل المصريين. لا تقل مسيحي ولا تقل مسلم، ولكن قل الدين والوطن للإنسان. في الحقيقة أنا حزين أنه يمر عام كامل على مسبحة مسبيرو التي قتل فيها المصريين، وإياكم أن تقولوا قتل فيها الأقباط والمسيحيون. مسبحة مسبيرو